استضافت مملكة البحرين وعلى مدار 3 أيام المؤتمر والمعرض العربي الأول للأمن السيبراني، والذي تم تنظيمه تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لاستعراض جهود مملكة البحرين ودعم مسيرة التحول الرقمي، والتي يشكل الأمن السيبراني أحد ركائزها الأساسية. خبرات محلية وعالمية التقت في البحرين، استعرضت أبرز المستجدات في مجال الأمن السيبراني وطرق تحقيق أعلى درجات الحماية لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة من التهديدات والاختراقات التي يواجهها الفضاء الإلكتروني. اليوم نجاح البحرين في استقطاب هذا المعرض اللي هو معرض القمة العربية للأمن السيبراني نجاح كبير للبحرين في تقديم الخدمات الخاصة بالأمن السيبراني ورفع الوعي في أهمية وجود الأمن السيبراني للشركات وللقطاع الحكومي والقطاع الخاص وللأفراد. المؤتمر مهم جدا لأنه متنوع من ناحية المحاور اللي يستعرضها والخاصة بأمن المعلومات. أمن المعلومات هو موضوع أصبح حديث الساعة في السنوات القليلة السابقة على مستوى منطقة الخليج بشكل خاص إذا ما كان على مستوى العالم. وجود مثل هذه المؤتمرات فرصة صراحة لنا كمتخصصين في هذا المجال يتم التواصل مع الشركات والخبرات الخبراء المتخصصين في هذا المجال من كل دول العالم. جلسات متنوعة، مواضيع متخصصة سلط المؤتمر الضوء عليها على مدار 3 أيام، حيث شدد المتحدثون على ضرورة العمل على وضع المزيد من القوانين والاستراتيجيات من أجل بيئة إلكترونية موثوقة ومستدامة قادرة على مجابهة التحديات السيبرانية المتزايدة. الهدف منها من المشاركة أن يعني نثبت لهم للشركات العالمية أن البحرين جادة في مجال الأمن السيبراني، وفي نفس الوقت أن نخلي الشركات العالمية تي وتستثمر في البحرين وتثبت أن فعلا إحنا في قدرة أن نلبي احتياجات السوق وفي نفس الوقت نخلق الوعي. طبعا المؤتمر يخدمنا في أشياء كثيرة، منها أن إحنا نحمي نفسنا وخصوصيتنا خصوصا فيما يتعلق بالأمن السيبراني. طبعا المواضيع اللي طرحت هي من آخر المستجدات اللي يتم طرحها، فهذه الفرصة أن إحنا نكون متواجدين ومملكة البحرين تحتضنها تعتبر فرصة مهمة جدا. اللي تحققنا من هالمؤتمر معاهدة طبعا السيسكو للتدريب للشابات والشباب، طبعا احنا مفتوحين حق الكل، الأكاديمية اللي هما تخصصهم هو السيبرانية الأمن السيبراني، وشنو الهدف؟ هو طبعا تقييم خبرات، الهدف هو تحقيق بعض الأمور المستجدة في أمور السيبرانية إذا مو في البحرين طبعا خارج البحرين، وتبادل معلومات. هذا التجمع المتميز ساعد على تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، كما أنه ساهم في وضع مملكة البحرين على الخارطة العالمية في مجال الأمن السيبراني. منصة أمنية سيبرانية عالمية جمعت على مدار 3 أيام الخبراء والمختصين في مجال الأمن السيبراني، استعرضوا وبحثوا كافة الطرق المثلى في مواجهة التحديات والتطورات السيبرانية وسبل تحسين حماية البيانات والشبكات والبنية التحتية الوطنية والدولية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.